أيها الأكارم، إلى إحساس جديد، وما زلنا نستمع لأصوات هذه الحلقة من مدينة القبة الذهبية التي ظللت أبا تراب، من مدينة مثوان الأخير، حيث سنضع رؤوسنا على ثراها في نومنا الأبدي. نستمع لصوت الرادود الحسيني سجاد علي العرداوي، أهلا به. الاسم سجاد علي العرداوي، من محافظة النجف الأشرف، العمر 15 سنة. شجعوني على هاي المسيرة الحسينية أهلي وأقاربي وأصدقائي. تأثرت بالرواديد القدام أمثال حمزة الصغير والجدد الرادود باسم الكربلائي. شعور الارتباك موجود يعني قدام اللجنة هاي المعروفة يعني على مستوى، بس إن شاء الله نال التوفيق. أنا اليوم جاي للمسابقة جاهز بألحان وقصيدة من لحني جديد. اللجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سجاد، أهلا حبيبي. حسين يا حسين يا أبا عبد، ويهلاي ويهلاي جفن الناقة ظل ينزيف، ويهلاي علي وتوادعيت غصبين، ويهلاي 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 ما خليت صد واحد، ويهلي ويهلاي على الناقة وستر سويت يدي، على الناقة وستر سويت. أكتب هالعجل وانت عرف بقصدي، معناها الخجل يا سيدي المهدي، منك مستحي وأطلب سماحك، أنا لترفس ذنوب بجراحك، منك مستحي وأطلب سماحك، أنا لترفس ذنوب بجراحك يا سيدي المهدي. صلوا على محمد وآل محمد. أكتب هالعجل وانت عرفي بقصدي، معناها الخجل يا سيدي المهدي، منك مستحي وأطلب سماحك، أنا لترفسي ذنوب بجراحك، منك مستحي وأطلب سماحك، أنا لترفسي ذنوب بجراحك. أكتب هالعجل وانت عرفي بقصدي، معناها الخجل يا سيدي المهدي، منك مستحي وأطلب سماحك، أنا لترفسي ذنوب بجراحك، منك مستحي وأطلب سماحك، أنا لترفسي ذنوب بجراحك. جيتك وسلالي محاك،
محمل ذنوب جيتك وسلالي محمل ذنوب خذ قلبي على عرفك رايديتو أدري بوجه أسود وانت مولاي قلبك أبيض من عيون يا عقوب يا عالي المقام وانت الكل وجه كعبة هاي المرة مو مسجات بضاعت خادمك ذنبه بضاعت خادمك ذنبه شيفيد الصبور حمل العلج تافي وانا ادري العذور للتوبة مو كافي جايب لي الوقت وسل صباحك انا الترفسي نوب بجراحك اكتبها العجاب احسنت 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 يا حبيبي محمد الموسوي احسنت يا حبيبي احنا ورثنا الدمع عن اجدادنا ولأجله سنورث الأبناء ما أعظم العبرات تجري باسمه تبقى إلى يوم القيامة زادة سنت يا حبيبي موفق إن شاء الله أبدي ملا محمد لو ملا عمار ملا عمار سادي ملا عمار نسوي قرعة تفضل سجاد تفضل حبيبي أنت من مدينة أمير المؤمنين اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب ويرزقنا زيارته وشفاعته في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى صوتك جميل وأداءك جميل وتمتلك خامة صوتية جميلة أيضا فيها من المزايا الإيجابية وفيها من المزايا التي تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى ممارسة وتمرين لا أطيل عليك بالحديث ولكن الاختيار اللي مختاره هسه نجي على احنا خلي نوضح للأستاذ المشاهدين الأكارم ولمن يتابع هذا البرنامج حتى لا يقولون انه اللجنة فاتتهم هاي النقطة وفاتتهم هاي النقطة وفاتتهم هاي النقطة وفاتتهم هاي النقطة وكل اللي قاعدين ما انتبهوا لها معناتها مو معناتها انه الرادود هو متكامل 100% ولكن احنا الان بهذه المرحله نقيم فقط جماليه الصوت حتى يتحول الى المرحله الثانيه المرحله الثانيه راح يصير التقييم الرئيسي على الشعر وعلى كل تفاصيل الرادود الكريم فمرات ما نسلط الضوء على هواي نقاط حتى لا يقولون انهم مثلا غفلوا عن نقطه و هي مو من ضمن محور التقييم نعم. ضمن احنا محور تقييم لل المرحلة الأولى هو خامة الصوت. نعم. نعرف إنه ملا نعم. مرخصتك أبوني نعرف إنه أكو أخطاء موجودة وجزء مرات ما نتطرق لها لأن مو هدفنا إن نتطرق لها. نعم. إحنا ندور على خامة الصوت نعم. حتى يتحول للمرحلة اللي وراها اللي هي راح يكون الحساب يختلف يعني. بيه. نعم. العفو تفضل. تمنيت أن تتقن أكثر إيقاع القصيدة. قصيدة فيها تحويلات وفيها إيقاعات وفيها بحور شعرية يعني. جميلة جدا حقيقة تمنيت أن تؤديها بأكثر إتقان حافظ شيء من النجفي من التراث النجفي ولو فشي بسيط البصمة دزيتها شنو التراث لا نعم فشي من التراث إذا حافظ يا شهر عاشور من نار الحزن روح أبو الزهر
هاديتي وين ينسى آلامي العقيلة لا تضين من تيرك أحسين واختاري السفر. أحسن. طيب الله أنفاتك جزاك الله خير. أحسنت يا حبيبي. تفضل أبو مهدي. عفوا. إيه أبو مهدي. طيب الله أنفاتك يا سجاد. سجان انت سيد؟ انعم واكرم من السادة العرد. اي انا معرفت هاي عزيز. عرفت هاي من كلمه العرداوي. انا عندي اصدقاء هواي من بيت السادة العرداوي. نعم الله يسلمك. داخل العراق وكذلك في اوروبا وكذا تعرفنا سادة احباب عندنا هواي من بيت العرداوي. طيب الله انفاسك يا سيد. ما اريد ازيد عن كلام ابو بنين مولى عمار استاذ مولى عمار. فصل في بعض المشاكل اللي تواجهها يا سيد. أهم ما لاحظت في أداء سيد سجاد أمرين. الأمر الأول اللطمة سيد. أثناء الأداء جاية تروح منك، تركز بأدائك لكن اللطم والوزن اللي يعبر عنه أبو بنين بالإيقاع جاي يروح منك. هذا كنت تنتبه له لأن هذا غير منفصل عن أدائك. خوش، واحتاج صوتك إلى تمرين مكثف. هذا رقم واحد. اثنين، من قريت بالتراث النجفي اختلف سيد سجاد عن القصيدة اللي محضرها. ليش ما أدري، وهاي ملاحظة يمكن لو تلاحظ أنه دكتور أنه يمكن ثاني حالة. من قلنا له أقرأ حسب بيئتك اختلف أدائه، وهذا يعني بأن أحياناً إحنا ما نقيم الصوت إلا لما يقرأ ما هو مرتاح إله. فأنت تقيم القصيدة اللي تجهزها إلنا، إحنا نقيم بناء على راحتك أنت، من ترتاح شلون تأدي، من تكون منسجم مع القصيدة مالتك راح نسمع أدائك أكثر وأكثر. اختلف صوتك من أديت هذا الموشح النجفي أو التراث النجفي بالموشح، ف بينت بعض المعالم، ذهبت بعض العيوب او اكثر العيوب اللي كنا نسمعها في القصيده. ممكن مسيطر عليك بعض الارباك شويه مال المسابقه وهاي، ولكن ملاحظاتنا في موضوع اللطم موجوده، وقضيه التمكن والسيطره على الاداء. وموفق يا سيد سجاد. احسنتم ولا محمد؟ نعم دكتور الكلام لك، تفضل. احسنت سيد. طيب الله انفاسك. طبعا انا اكو معلومه، يمكن سيد جاسم الطويرجاوي من الساده العرض، يعني مو صحيح؟ يعني اعتقد يعني سيد جاسم الطويرجاوي من الساده العرد، حتى هاي لابو مهدي. والله إيه. لا الساده العرد اعتقد يعني، رحمه الله عليه كبيرهم سيد ستار العرداوي، يعني رضوان الله تعالى على سيد جاسم. سيد جاسم الطويرجاوي، سيد جاسم الطويرجاوي من السادة العرض حسب معلومة اللي عنده، وشيخهم وكبيرهم سيد ستار العرداوي، يعني رضوان الله تعالى على سيد رضوان الله تعالى عليه. احنا ابو مهدي طرق الموضوع، احنا دائما الشباب بلغناهم قصيدة جديدة ولحن جديد، فتدري هم باعتبارهم فتيان وصغار بالعمر، مع جل احترام لكل شعرائنا وملحنين، تنقصهم بعض الخبرة بالتأكيد. يعني ده هو تنقصهم بعض الخبرة، بس ما يندل الطريق اللي يروح الشاعر، يعني مثلا ما يندل يروح الكرار حسين الكربلائي، وما يقدر يروح مثلا الحسين طالب السماوي. نعم. ما عنده علاقة به، ما متصل به، بس هو الحمد لله وشكر أغلب الشعراء بس تقول أنا راح أشارك ببرنامج وجيها بالحسين ما يقصرون ويا الشباب، فشوف. نعم. الرادود إنه شنو جاي ياخذ شعر او كلمات او لحن يعني ما يتناسب ويا راح يقراه هنا. نعم. بس من ترجع للبصمه مالته اللي القصيده اللي هو يحبها واللي هو حافظها، راح يخلي احساسه ويخلي روحه بيها، فيعطينا ناتج يخلي كل الموجودين يعني يتفاعلون وياه. صح. فسيد سجاد من الاصوات الجميله كان يعني، بس هو قلت لك انه اختيار القصيده كان شويه، والحمد لله وشكر من الشباب قالوا له ملا نصير وابو بنين اشروا انه لازم خلي يقرا فد شيء من التراث النجفي. نعم.
وان شاء الله نسال الله ان يجعله وجيها بالحسين ان شاء الله القادمة. تكون موفقا في المراحل القادمه وتاخذ كل هذه الملاحظات اللي اعطتك اياها لجنه التحكيم، واذا كنت بفريق علي الاكبر او فريق القاسم راح ان شاء الله تتلقى اجمل واحسن وانفع تدريب. دكتور نسمع منه الان. من شاعرنا الكبير والاخ العزيز حسين طالب السماوي. والله والنعم ابو فاطمه. خادمكم دكتور العفو. عظم الله لك الاجر مولى سجاد. مثل ما نوه دكتور عماد واللجنه الكريمه بين المرحله مو مرحله تسليط الضوء على المفردات الشعريه واختيار الشعر، نناقشها بمرحله ثانيه. طيب الله انفاسك. لسان حال مولاتي العقيله زينب تقول يا ريت السيف حز نحري وعرجاي، يا ريت السيف حز نحري وعرجاي، اقول لو درب شفت وعر جاي السبب لناق تهزيله وعر جاي اشوف الموت من تميل بيه. الله يوفقك. لا احسنت ابو فاطمه، بالتوفيق يا حبيبي، وان شاء الله نراك دوما على منابر من نور.